اخبار اليوم. مرحب معانا بالفنان الكبير محسن منصور، اهلا وسهلا بيك معانا في اخبار اليوم. يا اهلا وسهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين. كلمني بقى عن مشاركتك في المهرجان النهارده القومي. انا بشارك بصفه فنان مصري وحابب ان هو يشارك يجي يتفرج على حفل الافتتاح بتاع المهرجان القومي لمهرجان السينما دورة 19. الدورة ديت على روح الفنان روح نور الشريف وشرف الفنان صلاح ابو سيف. اتمنى من ربنا انه يبقى في مجموعه افلام اكتر الدوره اللي جايه، لانه العدد اللي موجود قليل جدا قياسا بدوله رائده في صناعه السينما زي مصر، فان شاء الله ربنا يسهل يبقى في افلام موجوده اكتر. يعني شايف روح المهرجانات اللي بتقيم مهرجان القاهره والاسكندريه والقومي بتبث فينا الروح الذكريات وتاريخ السينما عشان نعود تاني للسينما. بص هقول لك على حاجه، احنا لسه كان معمول عرض الافتتاح كان اخراج شادي سرور، هو عامل رصد للسينما من فتره البرانيات لفتره اللي هي 2015. احنا في حاله تطور موجود جدا، لكن في النهايه بتمنى من ربنا يبقى موجود يبقى في مجموعه افلام اكتر الفتره ديت بتعبر عن واقع المجتمع بشكل اكبر. نعرف اخر اخبار محسن ايه بقى، وخاصه بعد تداول اخر خبر ان هو خبر وفاه ليه، ازاي شفت الخبر ده؟ ما فيش اي حاجه خالص، ده حد كتب مش عارف مين، ما اهتمتش يعني، مر بيد ربنا يعني عادي، لسه كل شويه بيلحقوا الناس بحاجه زي كده فما بعتش. عامل ازاي بقى؟ ولا في اي حاجه، ولا هرد ولا هعمل ولا بتاع، موضوع بسيط يعني خالص. اتفضل. ايه بقى ان شاء الله بعد العيد دوت في حاجات كده بنقراها دراما، ان شاء الله ربنا يسهل بس نقع على حاجه كويسه. شكرا لسانهم.